Thank you.
c'est vrai, ça a été difficile, on est tombé contre une bonne équipe. Mais bon, on a raté, mais voilà, alhamdoulilah, on a marqué. C'est le principal, c'était la victoire, mais la façon, mais on a gagné, c'est le principal. Est-ce que vous êtes Non, pas encore. Béja, il reste 3 matchs, on va prendre 9 points à Ikhlas. لا صعيب ككل مباراه تشوف التصاوره هنا دائما كانت صعيبه وتخلص في الدقائق الاخيره. حنا امنا بالقدرات وامنا باللي قادرين سجلوا الفوز اليوم بصعوبه. العديد من الفرص اليوم، العديد 90 دقيقه وحنا ضاغطين على الخصم، ما كانتش عندنا النجاعه ونقدر نقول الفعاليه في الهجوم، لكن الحمد لله وفقنا رب العالمين. اعطيهم الصحه اللاعبين لانهم يعني اليوم تعبوا كثير و ايزون كرو اون لور مويان و لور كاباسيتي. الحمد لله فوز اليوم معنوي، خلينا نكمل بقيه المشوار ان شاء الله بهدوء. C'était difficile mais on y croyait jusqu'au bout. On a eu des occasions en premier mi-temps, ils restaient tous derrière, donc c'est difficile de marquer de cette manière. Mais après au fur et à mesure on attaquait, il y a plus d'espace, donc c'était logique qu'on gagne. C'était impossible qu'on ne gagne pas. Après, le gardien a fait un grand match, sinon on pouvait gagner sur un score plus large. Et après, c'est beau, il faut fêter. Il reste qu'un match et Inch'Allah, tout sera fini comme il faut. Voilà. Okay. السلام عليكم. الحمد لله يعني الفوز بعد المقابله اللي تعثرنا فيها ضد اتحاد الحراش هنا، وكما شفتوا الحكم كان حرمنا من الفوز. الحمد لله فضل الجمهور تاعنا هذا اللي جا وساندنا بقوه، ونشكر اللاعبين كثيرا، وان شاء الله نزيدوا نتائج اخرى ان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله. هدف لقطه تاع الهدف يعني الكره كانت داخله بصح ما امنتش وزدت داخله. لازم تكملها يا اخي، شوف جمهور كيما هذا يا اخي يستاهل كل خير يا ان شاء الله. يعطيك الصحه. الله يحفظك خويا ربي يعيش. الحمد لله يا ربي. تقدر تقول نعطيهم الصحة لكامل لي جوار، باسكو مام الطاقم تاعنا الفني صبرنا بوندون تقدر تقول 83 مينيت ولا 84 مينيت باش ماركينا. نعطيهم الصحة، هذا هو ليسبري دو جروب، وهذا هو سما الحوايج تاع النجاح. ربي يوفقنا مزيان ولنا 3 ماتش ان شاء الله. ان شاء الله نديو شامبيون ان شاء الله. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. فوز ماشي ساهل ولا غير صعيب، نعطيهم الصحة لي جوار، نقول لهم نعاود هذا بذلوا مجهودات كبيرة اليوم. يعطيهم الصحة أصطاف، يعطيهم الصحة كاع الشعب تاعنا اليوم اللي فرح معنا وفرحنا. الحمد لله حنا درنا اللي علينا، تتينا ربي ما خيبناش. بعد السمانة اللي فاتت شفتوا الدني اللي درناه، الناس كاع شافت واش كاين. الحمد لله يا ربي حنا ما خيبناش اليوم، ومازال قدام إن شاء الله باش ناكتيفي والشامبيونة هذه نكملوها ونتخموا إن شاء الله في لاكوب اللي رانا كاليفي إن شاء الله. يعطيكم الصحة. بون الفوز كان كما يقول لك حلو، خاصة وين جا في الدقائق الأخيرة. ما تقلقناش، كنا مركزين كامل المباراة الحمد لله، ونسجلنا الهدف في 5 دقائق الأخيرة. نشكر كاع الشعب اللي عاون بزاف، ونشكر اللاعبين اللي كانوا كاع واعيين بالمسؤوليه اللي راهي تنتظر فيهم. الحمد لله ونادي لهم هذا الفوز كاع كامل. وليت سطيف شان صح، جبنا له 3 بوان، ماما يكون فرحان ضروري. Bon, c'est une victoire méritée. Elle était une victoire très difficile devant un adversaire de taille. Par la même occasion, je remercie l'équipe de Sawara pour la compatibilité de Tahom Koshi. Mais je pense que la victoire elle est amplement méritée vu la prestation de nos joueurs. Certes, on était crispés, mais je pense que la victoire est un jabou à l'Ansar. Il y a un mètre de défense. دونك برافو الانصار تاع الوفاق، هذا هما الانصار تاع الوفاق اللي نحوسوا عليهم. نظن في منذ العوده والانصار يعاونوا في الفريق تاعهم، هما اللي دزوه للامام. مشكورين اللاعبين، مشكور الطاقم الفني، مشكور الانصار. حنا كمسيرين ما درنا غير الواجب تاعنا، بيتاتر ما درناش الواجب على احسن وجه. دونك برافو اللاعبين تاعنا. ان شاء الله نظن باللي ليكيب تاع ليزاف تاعنا في الباركور اللي داروه دوبي لا دوبي سيزون، نظن باللي الباركور تاعنا كان ناجح 100%. اللي كي تشوف لاعبين تاعك لاعبين تاعنا يعني تاع 98 و99 ويلعبوا في الفريق هاديف ويحصلوا على بطوله. نظن باللي 3 سنوات اللي فاتت راحت لنا البطوله الهاديف يعني جيستيس بو دي ماتش هكذا وين يديروا تعادلات. هذه الخطره الحمد لله حصلنا على البطوله.
ان شاء الله يا ربي دائما نستضيفك بها وبالالقاب تفرح الانصار تاعها، وان شاء الله يا ربي نضرب ان شاء الله نفوزوا المقابله القادمه تاع مولوديه بجايه، باش ان شاء الله يوم 10 ان شاء الله يا ربي نضربوا موعد الانصار تاعنا باش يفرحوا مع اللاعبين تاعهم، لانه قلت لك تعبوا باش يفرحوا بالزوج تتويجات ليكيب ريزيرف وسينيور، يجيبوا لي طروفي هنا ان شاء الله، وكسان خمو لاكوب داجي كسان نقول لهم انا جايين ان شاء الله.